أنا اسمي محمد شواني، مدير بلدية سيدي الحردية ومشرف على مركز الإرادي. تم افتتاح مركز الإرادي بعام 2009، وفي عام 2011 تم الشراكة مع الأخوة في مؤسسة الأميرة بسمة بالقدس. هاي الشراكة تمت، وحيث كانوا وما زالوا تحضروا مركز الأميرة بسمة بشكل شهري لمركز الإرادي. بحضر دكتور ومعه طاقم عمل، الدكتور وطاقم العمل بيقوموا بتشخيص الأطفال وتحويلهم إلى مركز الأميرة بسمة في القدس حسب الحاجة. البعض بتم معالجته هون، والبعض الآخر بتم تحويله لمركز الأميرة بسمة. كما يقوم هذا الطاقم بتدريب المعالجين وبناء قدرات المعالجين اللي يعملوا في مركز الإرادة، مما أدى إلى تطوير المركز وأصبح أداؤه أفضل من السابق نتيجة هاي الشراكة. كما أنه الأخوة في مركز الأميرة بسمة بزودونا في أجهزة حسب احتياج مركز الإرادة، بنقوم بكتابة لهم الأمور اللي بتنقصنا أو الأمور اللي احنا بحاجة إلها، ويتم تزويدنا بهاي الأجهزة. يتم معالجة الأطفال، بالبداية كانت في البلدة، تم التوسع للمنطقة، وبالتالي أصبح يخدم كل أهالي منطقة جنين.